أقدم الشواهد وجدت بقلعة بني حماد بالمعاضيد ولاية المسيلة. طبعا نحن نعرف انه قلعه بني حماد بنيت سنه 1700 ميلاديه، يعني قبل ذهابهم للناصريه بجايه. فالزليج جزائري 100%، وخاصه يعني انه بقايا التي تم العثور فيها في قلعه بني حماد هي اليوم موجوده بمتحف سطيف، يعني باللون الاخضر والابيض والاصفر. يعني زليج جميل جدا لقلعه بني حماد. هناك تقنيات اخرى والمدرسه التشفينيه الموجوده بتلمسان ايضا زليج الذي يعود للحضاره الزيانيه وحتى الحضاره الموحديه. فطبعا الزليج جزائري إضافة إلى أنه تطور الزليج وأيضا البلاطات الخزفية إلى غير ذلك. فالزليج الجزائري ما يحتاج يعني تأكيد وما يحتاج يعني، فالزليج الجزائري من أجل الدفاع فقط عن الموروث يجب أرشفة والترويج ودور الإعلام خاصة للترويج لتراثنا الثقافي بكل عناصره، سواء كان لباس، أطباق تقليدية، الهندسة المعمارية، مهم جدا الأبواب، يعني كل التفاصيل المعمارية خاصة سواء الفترات القديمة والفترات الإسلامية. مهم جدا اليوم الإعلام يقوم بالدور تاعه ويقوم بالترويج لكل هذا الموروث الثقافي الجزائري الذي اليوم نشوف إرادة سياسية حقيقية للحفاظ على هذا الموروث والترويج له وجعله جزء من اقتصادنا الجزائري. فطبعا الدور دور الإعلام الآن، فنحن كمختصين في مجال التراث وك يعني كعاملين في حقل التراث نحتاج للإعلام لتسويق وترويج لصورة الثقافة الجزائرية.